استمرارا للجولات الرقابية التي توثقها عدسة كاميرا الحقيقة الدولية، نتواجد في هذه اللحظات هنا شمال غرب العاصمة عمان. اللجنة أو لجنة السلامة العامة التي رأسها متصرف لواء الجامعة الدكتور حمدان السرحان. ضرورة اتباع أمور السلامة العامة مثل التباعد الجسدي متر ونص، توفير الهايجين، القلبزات، الكمام. طيب نتأكد من يعني صلاحية المواد الغذائية بشكل عام ممكن داخل المحل. تفضل. هاي شغالة لحد 3/12/2020 شغالة عندنا. احنا نركز على المواد الغذائية بشكل عام، بس الأغلب خلينا نقول المدة تاريخ الإنتاج والإنتهاء فيها قصير زي الأجبان يعني. والأجبان يعني خلينا نشوف هنا هاي لل 2022 22/2/2020. احنا الان في احد المطاعم والحلويات في منطقه الصويلح، وهي اللجنه الان المتخصصين الشباب من الغذاء والدواء وامانه عمان لمراقبه صلاحيه انتاجها والاسعار الموجوده واليه التغليف فيها. التوعيه باضرار كورونا، انه عشان اصحاب المنشاه داخل المنشاه يتاكدوا من العمال بلبس الجلوفز والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتنظيم الدور. احنا يعني دورنا رقابي مش جباية، احنا بأمانة عمان من اول ما تأسست الصحة دورنا رقابي مش جباية. احنا الان موجودين عند احد محلات بيع العصائر الطازج، وهذه يعني بالشهر رمضان تلاقي اقبال كبير من المواطنين، لذلك احنا لها تركيز خاص وننبه على دائم العاملين فيها باتخاذ كافة اجراءات الصحة والسلامة العامة، واحنا كمان في التركيز على العصائر المصنعة. حتى ولو بس هذا ايش؟ هذا عفن، هذا العفن، هذا عفن موجود على نص حبة البرتقال، فلما يكون حاطه مع الأجزاء الباقية فلما يعصره راح يأثر يعني بالطعم، ولا سمح الله تكون حامل نوع من البكتيريا سامة يعني بده نظافة كثير، حتى يعني خلينا نقول الأواني المستخدمة طلع كيف شكلها مش نظيفة. كان مستخدمها ليش ما تحافظ على النظافة؟ والله النظافة هيها ممتازة، ما في اي سلبيات. هذول هاي الفاكهه اللي يعني معفنه من الاقوى عندها، هاي فاكهه ابو حبه برتقال لما قصها تطلع كيف من برا بتكون جدا نظافته كيف شكلها. هذا بدك تتل فيش نظافه كله. طبعا هذا انه فيش غرفه تغسيله سيئه كانت مثل كميه السكر كامله انها موجوده بوعاء غير مناسب ويفتقر لأمور السلام العام والنظافه العامه. وجيب لنا الكيوي والباقي عشان نتلفه شوي 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 شوي. هذا غسلنا اياه غسله مزبوط مادة الهايبكس او الفلاش او اللي موجود وتتلف فيه المواد الغذائيه. انا هذا من المخابز الرئيسيه في مدينه الصويلح ويشهد حركه بيع وشراء قويه. ليش تلجوا يعني الخبز صغير يعني سعي للارباح ولا حاجه المنطقه تتطلب هيك؟ المنطقه هي حاجه الزبون، يعني في ناس زباين مثل كبير بياخذ كبير ما بياخذ صغير. قديش تبيع وكيلته صغير؟ يصير 40 40 في حال لم يتوفر خبزك اللي بيبيعه ب 32 قرش. النظافه حتى الطبليات هون الطحين مثلا شباب حتى الامور نقدر نقول جيده جدا كنظافه بشكل عام ما في اي اشكال. تبين بأنه هناك التزام واضح وسلامة عامة ونظافة، وهذه التزام واضح كمان بالأسعار، وهذه الأمور كمان احنا يعني نتقدم بالشكر كمان لمواطننا وأصحاب المحلات التي تلتزم في متطلبات السلامة العامة في هذا الشهر الفضيل ليقدموا أفضل الخدمات وأفضل السلعة لمواطننا الكريم. بهذا نأتي إلى ختام ما رصدته عدسة الكاميرا هنا في مدينة الصويلح وباقي المناطق التابعة إلى متصرفية لواء الجامعة. نضال الخرشة، الحقيقة الدولية، العاصمة عمان.